رفع الدعم عن الفول ولا ايه؟ ايه ما يهونش عليا يا سيما، دولارات ماليه جيبك، ما يهونش عليا يا سيما، دولارات ماليه جيبك، ما يهونش عليا جيبك، دولارات ماليه جيبك. لا 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 لا. اهلا بيكو. اهلا بيك وباللي جابوك. صباح الخير. صباح النور. السلام. جري اسماعيل، اليومين اللي قلت عليهم خلصوا، انت بتلعب في الوقت الضايع ولا ايه؟ وانا لحقت العب لما تقول لي وقت ضايع؟ انا لسه النهارده هقول يا فتاح يا حليم. لازم بقيت اللعيبه ما عقلوش وانسحبوا. يا ولاد الحرام، لحقتوا تبتدوا الدوري؟ الفول يا سيدي يا سيدي يا سيدي الفول. صوته حلو ها؟ ولا ام كلثوم؟ ايه لازمة النكت ده يا جدعان؟ حتى اللومة مش هنقدر نتسممها. يا نهار اسود. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. ها يا جمال حمدك. الله يا جمال ما بيردش. ناكل احنا بقى. الكحك ده مش للاكل يا اسطوات. امال بات عايله لي خلوه العروسه اللي هي مجهزاها لابراهيم عشان تكفر عن عملتها. انت زودتها قوي يا اسماعيل. انا ليه؟ يا اسطى ابراهيم، يا اسطى ابراهيم. إذا كنت كل ما هتطلعوا تاكلوا هتنكدوا عليا كده يجي يشوف له حل. اقعد. ما تقعد يا عبد الله. هو انا لو نكد؟ فكرك بتهددينا؟ أنا ما بهددش حد يا سليم. بس يظهر إن في ناس عايزين يطفشوني. مش مكفيهم إني بخدمهم وأغسل لهم هدمتهم وأعمل لهم أكلهم؟ لا، كمان عايزين يطفشوني من بيتي. بيتك؟ أيوة بيتي، مش بيت جوزي؟ آه. يا عيني على القرع. نعم ما لفظك كويس يا اسماعيل. دي يا سليم، الفول ده زي ما يكون محشي قرع. قرع ايه يا راجل؟ ما تقولش كده. والله محشي قرع. انا عارفه كويس انتوا عايزين ايه، بس ده بعدكم. القرع الليله الليله اللي تعيدوا. بارك يا رب يا رب بارك يا رب يا رب بارك وتزيدوا. بقول ايه يا استاذ؟ انا طيبه قوي مع الطيبين، لكن ولاد الحرام ببقى بنت حرام اكتر بينهم. دي بتهددنا يا اسماعيل. حكمتك يا رب. يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم. بقول ايه؟ عايز ايه؟ فوقي وخلي الطبق مستور. انت ناسي ان ام البتع كلمت ولا ايه؟ ام البتع؟ الاشكال دي انتوا اللي تعرفوها. الاشكال دي هي اللي جوزتي. انا ما كنتش اعرف انها كده، ولو كنت اعرف كنت ايه؟ كنت سبت الارض والورشه والبيت؟ احنا عارفين كويس انت جوزت ابراهيم ليه؟ الورشه دي يا شاطره كل طوبه فيها مبنيه من عرقنا. اما تشوفي حاله متودنك يبقى طول منها حاجه. يا جماعة أنا مش داخلة على طمع. أمال داخلة على إيه؟ أنا اتجوزت إبراهيم زي ما أي واحدة بتتجوز. اللي تتجوز واحد قد أبوها تبقى متجوزاه عشان إيه؟ غير عشان فلوسه وأرضه وورشته. شوفي ما تضيعيش وقتك. لو فكرك هتخلفي منه عيل يورث كل حاجة فده مش هيحصل. أخونا ما بلوش في الستات. ما أنت بقى غسليم. افرض إنها عايزة تجيبه من حد تاني وتلزقه في إبراهيم. يا بنت الحرام ما تسخش ايدك يا سليم. في ايه يا ولاد؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه يا اسماعيل؟ اسال. اذا كنتوا فكركم كده هتطفشوني ده بعدكم. وبكره هخلف يا اسماعيل من ابراهيم. هخلف عيل عشان يورث كل حاجه ويطردكم طردة الكلاب. ايه الفضايح دي يا محاسن؟ حياتهم يا